يوم 24/6 قمنا دعوة بالمحكمة الاتحادية على حل المجلس المحافظي للخروقات القانونية. والخروقات القانونية المدة مضت أكثر من 6 أشهر، وهذا يعتبر ضرر بالمال العام ويعتبر ضرر بالمحافظة. وأيضا النقطة الثانية اللي قمنا بها الدعوة، اتحادهم شخصية عضو مجلس، حاليا هم مو أعضاء مجلس، هم منتخبين وغير مصادق عليهم من قبل رئاسة الجمهورية، وجاي يمارسون أعمالهم، يوقفون مشاريع، يتحركون، يجون، يستعرضون، صورني وما أدري، وقف كذا. هذا يعتبر اتحاد لشخصية عضو مجلس. من عضو مجلس يروح يقعد بعد الميز وراء المدير العام، ويخلي المدير العام يجي ويعطي أوامر ويوقف مشاريع ويوقف مقاول ويوقف شارع، وهو ما عنده صفة عضو المجلس لحد هاي اللحظة، لا يمتلك راتب، لا يمتلك تخصيص مالي، لا يمتلك عجلة، لا يمتلك حماية، وكل واحد من عندهم جايب له مجموعة ومسويهم حماية ويمشون وياه وغير مخولين بحمل السلاح. هذا النقاط اللي حددناها للمجلس وقمنا من أجلها الدعوة. طيب عندكم أدلة؟ هسا كل الكلام اللي دا تقوله ممكن يفتقر إلى الدليل، شنو دليلكم اللي راح تقدموه للمحكمة؟ احنا دليلنا الاول هو المدة عبر 6 أشهر. الدليل الثاني هم على صفحاتهم التواصل الاجتماعي هم ناشرين، احنا سحبناه مجرد على فرص سيدي وضفناه للمحكمة، وطلبنا من المحكمة ان تدخل على صفحاتهم، ايضا تشكيل لجنة تدخل على صفحاتهم وتشوف هاي الاعمال والمشاكسات اللي موجودة.